اللي بيخش موعد رحمن فالسنه دي هيبقى في موعد رحمن، لكن هيبقى فيها شرط ان يكون متلقي التلقيح الكامل. الناس بتلقي التلقيح كامل وكامله ممكن ترجع في موعد رحمن. دي واحده يا فندم، دي واحده مش فاهم حكايه تلقي التلقيح الكامل في موعد الرحمن دي يعني ايه. يعني انا النهارده واخد تطعيمي متطعم، محامي نفسي وحامي اللي حواليا بان انا واخد التلقيح بتاعي كامل، يبقى ممكن موعد رحمن تبقى مشروطه ده لسه دي توصيه. لا دي يا فندم هتبقى صعبه قوي، والناس اللي بتيجي تقعد على موعد الرحمن دي ما بيبقاش قوي عندها الوعي ولا معاها شهاده ولا معاها الوعي انها تتلقح. هو لو يعني هو لو وصل للمرحله دي ممكن يبقى دي نوع من ان احنا نحمس الناس ان هم يتلقوا التلقيح، وعشان يبقى اللي عاوزين يا فندم احنا عايزين الناس تاكل يعني عاوزينهم تاكل وعاوزين نحميهم. ايوه انا فاهم أنا بس حكايه. وبعدين طب دي الاليه ايه؟ يعني نعمل مائده رحمن وكل واحد جاي يقعد هقول له وريني شهاده التطعيم؟ يعني ما هو ده يعني احنا دي التوصيه اللي هنرفعها للجنه العليا فما ولسيادة وزير الصحه ان احنا ممكن نسمع بده في حاله ده. انما اللي ممكن يحصل ان موعد الرحمن دي هتبقى اماكن تجمع، فرصه للمبادره العظيمه اللي انتوا عملتوها ان تيجي عربيات تبقى واقفه جنب الموائد الكبيره وتقوم بتطعيم الناس اللي مش متطعمه. دي فكره ممكن نطرحها، لكن خلينا نقول ان الفكره الاساسيه دلوقتي ان وزاره الصحه بدات في حمله من بقى لها شهر اللي هي حمله طرق الباب، ان احنا بدات الحملات تبقى متحركه، بدانا نروح للناس في بيوتهم. بدات دلوقتي بدات الفرق المتحركه تبقى موجوده تروح البيوت. في 6 محافظات دلوقتي الوزاره شغاله فيهم على اكمل وجه بحمل الطاقه، وبرده طرق الموائد هتبقى مهمه انه ناس كتير. بص يا فندم موائد الرحمن ديت من اعظم الاشياء اللي بيعملها المصريين في شهر رمضان، وكنا محرومين منها بقالنا سنين. احنا مش عايزين نعقدها على الناس، علشان في ناس بتستنى اللقمة ديت خصوصا السنة دي. أنا معاك يا أستاذ عمرو، إحنا اتربينا على كده وكل البيوت المصرية كانت بتشارك في كده، وده عمل يعني خيري وكان بيزيد من التكامل بين الشعب المصري. إحنا إن شاء الله هنرجع رمضان ده بإذن الله لو الوضع الوبائي استمر خلال الأسبوعين الجايين بنفس الوضع بنفس معدل النزول. نتمنى إن إحنا نخش شهر رمضان السنة دي بجو جديد بشكل جديد ونتجمع فيه باذن الله، وربنا يجعله شهر مغفره ورحمه وشهر تجمع زي ما احنا اتعودنا عليه.